إذا صوتي واضح؟ أكيد واضح. نعم. يلا يعطيكم العافية، كده أخذوا نفس عميق. ها؟ أنسى أي حاجة؟ عايزين نتكلم عن التخطيط الاستراتيجي. أهميته التخطيط الاستراتيجي، قبل ما أنا أدخل في المحاضرة دي، الهدف هو التعرف على التخطيط الاستراتيجي. أما كان نحن هدفنا في الخطة التشغيلية هو كتابة الخطة التشغيلية، هنا فقط التعرف على التخطيط الاستراتيجي. فهون عليك أول حاجة، هون عليك استمتع بس، يعني ما مطلوب منك كتابة خطة استراتيجية حاليا كويس، لكن معرفة الخطة الاستراتيجية بتساعدك في توسيع المدارك لفهم التخطيط. جميل. الآن اللي حعمله حقوم أشرح لك كيفية الناس الآخرين بيكتبوا الخطط الاستراتيجية، لكن ما مطالب أنت تعمل زيهم، رغم أن الطريقة واحدة، بس في بعض الفروقات في التخطيط الاستراتيجي حتعرفها أنت هنا من التخطيط التشغيلي. طيب بسم الله نبدأ. مهم ليه التخطيط الاستراتيجي؟ يا جماعة لما نسمع كلمة استراتيجية معناها تغيير. لا تتوقع إنه التخطيط الاستراتيجي بيعمل نفس التخطيط التشغيلي. صح، وهدف هدف، لكن هدف بيعمل تغيير. هدف بيعمل تغيير. إذا كان الهدف الاستراتيجي ما فيه حاجة بتاع التغيير، ما في داعي له. نواصل خطط تشغيلية عادية مبتلة، يعني عادية جدا. يعني مثلا إذا كان عندنا الآن الهاد هايجين بتاع المملكة حوالي 72%، حلو؟ طيب 72% دي حلوة، يعني ما يعني لو دارين 80 يعني الفرقة ما كبيرة كويس، ما محتاجة تغيير ضخم. لكن مثلا نقول والله نحن الكلابسي ريت في المملكة 2.5، نحن دارينه زي الأمريكا دارينه 0.9، هنا لازم يكون في تغيير. إذا معناه هنا دائرة هدف استراتيجي. دي أهم نقطة، إنه الهدف الاستراتيجي لابد إنه يحدث تغيير، ما يكون شيء عادي. اثنين، بيساعد في عملية العصف الذهني والتفكير كويس. بدي فهم مشترك الاستراتيجية، بتخلي الناس كلهم نحاسب الانفكشن كنترول استراتيجيات، لأنه ما يكون في هيسكر شوية انفكشن، فالفهم العام كلنا شغالين فيه. الاستراتيجية ذاتها بتوزع على أدوار، مين اللي يشتغل، المنطقة عليها إيه، المستشفى عليها إيه، وبيساعد في المونترينج أند إيفالويشن، بيساعد في تنفيذ الخطط التشغيلية الصغيرة. إذا في استراتيجية الخطط التنفيذية الصغيرة تتنفذ وتشتغل. إذا الاستراتيجية بالأهمية من الأهمية بمكان، قلنا الاستراتيجية تغيير. لاحظين يا جماعة، رؤية، مهارات، حوافز، موارد، خطة عمل، بيعمل لنا تغيير. دي مكونات التغيير. كويس، في محاضرات كثيره بتكون في كيفيه اداره التغيير، من المحاضرات المهمه وقد تمر عليها في هذا الكورس، او لو حبيتوا تطلعوا عليها في اي مكان اخر. ما هي اداره التغيير؟ الاستراتيجيه هي وسيله للتغيير. طيب التغيير عنده عده اشياء. انت دار تغيير لازم يكون عندك رؤيه، يعني استراتيجيه بدون رؤيه، بدون فهم، بدون فكر، ما عندها معنى. كويس، لازم تكون في مهارات وحوافز وموارد وخطه عمل. طيب إذا ما عندنا رؤية وعندنا الأشياء دي كلها، الناس حتشتغل لكن بيكون في يعني كل زول عنده تصور مختلف، يعني أي شيء تمام لكن ما في شيء ناقص، الناقص هو الرؤية. عشان كده أي أحد بيكون عنده تصور مختلف، ودي في معظم الحالات العمل العادي. يعني مثلا تجي الـ GDIBC تزور مستشفى، المستشفى شايف نفسه كويس، أنا ما شايفه كويس، ونقعد نخش في تفاصيل، في خطط عمل، في موارد، في مهارات، اي شيء، لكن الرؤيه شنو؟ احنا متفقين على رؤيه معينه. يعني هسه اعطيك مثل، اذا رؤيتنا كانت دارين نصل 0.9 للكلابسين، حلو؟ انا لو جيت المستشفى وما جيت 0.9 هو ما حيقول لي انا كويس، لاننا احنا متفقين على رؤيه. فلازم الاستراتيجيه لازم تكون عندها رؤيه الناس يتفقوا عليها، ونحن بنروج لاستراتيجيتنا بتاعت الكلابسين سميناها جو جرين. رؤيتنا جو جرين يا حبيبي، جو جرين خليك 0.9 ورلس. دي الرؤية، ودي أهم نقطة الأساسية في الاستراتيجية، الباقيات ممكن نعملهم، دي النقطة الأساسية. طيب عندنا رؤية الحمد لله، ما عندنا مهارات. أكيد لو ما عندك مهارات بيجيك توتر، لو طلبوا منك أي عمل أنت ما تعرفه، ما بتعرف النوها، وحيكون في مشكلة، ما حنقدر ننفذ الاستراتيجية. إذا ما في حوافز بيكون يا حنغيرها قدر الراتب اللي بدونا له، صح؟
هاي الأكل شنو القناعة؟ ما في شيء، ما في حافز ذاتي، ما في حافز مالي، ما في حافز معنوي، فحيكون الرزم بتاعه رزم بطيء، وممكن يحصل التغيير لكن في مدة بعد زمن. أكيد إذا ما في موارد حيجينا إحباط، لا في فلوس لتطوير تدريبية، لا في فلوس لاستراتيجيات، حيحصل لنا إحباط. وأكيد إذا ما في خطة عمل حتبدأ غلط وتنتهي غلط. طيب يا جماعة، الاستراتيجية تحتاج الحاجات دي كلها. إذا أنت لو دار تفكر في استراتيجية، يعني نحن المفكرين الاستراتيجيين أو المخططين الاستراتيجيين بيشوف الجهة المعينة عندها رؤية هي نفسها، إذا ما عندها رؤية والله ما عندها استراتيجية. هنا إدارة قالت دار استراتيجية، حبيبي رؤيتك شنو؟ يعني فهمك الكبير شنو؟ إذا لقينا عندهم رؤية ما عندهم كفاءات، ما عندهم مهارات، ما في فائدة قلت لهم استراتيجية. وإذا لقينا ما عندهم إمكانيات وحوافز ما في فائدة. وإذا لقينا ما بيعرفوا يضعوا الأكشن بلان الصغير، دي تضح لهم استراتيجية كيف؟ فاهمين علي؟ لقدام إنه الأشياء دي غير موجودة الاستراتيجية انساها، هتكبر ورقة ساكت. إذا الخطة التشغيلية كانت محددة زمن ومكان وأشخاص بنقدر عليها، فأي مكان الزول ممكن يعمل خطة تشغيلية، لكن ليس أي مكان يستطيع أن تعمل له خطة استراتيجية. عشان كده خطة استراتيجية بقى عندها خصوصية، إنه يكون في بيئة لها. أهم شيء بيسموها البيئة الاستراتيجية، إنه البيئة ذات بيئة استراتيجيات، والناس ذات عندهم رؤى ودارين يمشوا لقدام. إذا ما تقدر خطة استراتيجية في محلات ما دار أقول اللفظ، لكن محلات دون أو محلات تافهة لا تجد فيها خطة استراتيجية. المحلات العالية، محلات البرستيشيس، المحلات الناس اللي عندهم هادو. قبل شوية كنا بنتكلم عن الخريطة الذهنية صح؟ وقلنا الخريطة الذهنية فيها أشياء رئيسية وأشياء فرعية وفرع الفرعية. الخطة الاستراتيجية لا طريقة لك عشان تضع خطة استراتيجية كويسية إلا بالخريطة الذهنية. لا تقول لي تمبليت، لا تقول لي، لازم تكون في خريطة ذهنية ومفصلة. عايلة قدامي دي كده دي ما أنسى الموضوع، أنسى الكلام المكتوب كله، لكن شكلك في الشريحة دي شنو؟ يعني أنا لو خدت على اليمين في تعليم ونمو، بعد ذاك في شنو الداخلية مكتوب لك العمليات الداخلية، بعد ذاك في المستفيدون، بعد ذاك ما تعرف يجي بفوق يقول لك البعد شنو ما تعرف، بعد ذاك يجيك في إعداد بحوث بهينة، بعد ذاك يجيك الأسر غير مستقرة، أسر ناشئة، أسر مفصلة، أسر كيف ما تعرف، بعد ذاك يجيك تحت البناء القيمي، بعد ذاك عنده خصوصية وعنده شنو، بعد ذاك عامل له مؤشرات تحت. خريطة ذهنية يا جماعة، ده زول بيفكر بالطريقة دي. أنت برضك نفسك في الاستراتيجية بتحتاج خرط ذهنية، يعني عشان كده الاستراتيجية بتاخد وقت أطول في إعدادها من الخطط التشغيلية، لأنه خريطة الذهنية بتاعتها كومبلكس معقدة ومرتبطة مع بعض ولها تفاصيل كثيرة. أنا قصدت أخذت لك القصة دي أبسط خريطة ذهنية الاستراتيجية، المفروض يكون عنده 4 5 17 ورقة زي دي موجودات للخريطة الذهنية. عشان كده الإعداد الاستراتيجي بيحتاج وقت أطول. بحسب التجربة وجدت أنا شخصيا مع جماعة كثيرين من الشخص الاستراتيجية، والله ما أقل من 3 شهور لأبسط ناس. إذا معناه الاستراتيجيات دائرة زمن أطول بعد وجود الأشياء الأولى، إنه إدارة محترمة عندهم رؤية عندهم كفاءات بيقدروا يحققوا الاستراتيجية، بيفهموا التخطيط، ناس كذا كذا، بعد ذلك دائرين زمن 3 شهور عشان عد لهم استراتيجية للمحل. يعني الآن لو في واحد قال دائرة استراتيجية تبدأ في عام 2022، ده شوية يعني مقدراته التخطيطية ضعيفة. أنا ممكن أضع استراتيجية الآن لكن تبدأ في 23، قالت او حنشوف ليه الاستراتيجية تاخد الوقت الطويل ده، لانه خرائط الذهنية اعمق واشمل واكبر ومعقدة. ده واحد. الخريطة اللي اقصد الاستراتيجية لازم يكون في فريق قيادي، يكون في رؤية، يكون في رسالة، ويكون في قيم، كويس، يكون في ناس مستهدفين، يكون في نقاط تسمى نقاط التركيز الاستراتيجي، ومؤشرات الاداء مهمة جدا، والمستهدفات. يعني دي ده الشكل العام، ده الاستراكشر بتاع الاستراتيجية. يختلف من الاستراكشر بتاع الخطة التشغيلية، إنه ما ده الفريق قيادي الخطة التشغيلية، فريق من المختصين ممكن يعمل. هذا لابد من قيادة عشان الرؤية. الرؤية هنا في رؤية، الرؤية جماعة الحلم، يعني لو لقيت أي استراتيجية ما تحكم على الرؤية، الرؤية حلم. بس يعني مثلا أنا أقول لكم الله دارين الهيدكس شو ذي فيكسون صفر صفر، ده حلم لكن تكبر رؤية. ليه؟ عشان نحن دائرين نقلل اللي وصلنا الصفر حلم. فالرؤية ما عليها تطشمن، زي مثلا الرؤية الرئيس الأمريكي
قال في السنين القادمة ستطأ أقدامنا القمر. في لحظتها مستحيل تصل القمر. في لحظتها يعني القمر كيف الناس تنزل القمر؟ لكن الآن الناس مشي القمر وماشيين المريخ وماشيين وين وين. فالرؤية لازم تكون كبيرة وجامحة وطموح وأكبر حلم. الرسالة هي مهمتك الرئيسية أنت للوصول لهذا الحلم. كويس؟ القيم المؤسسية كل إدارة عندها قيم. نحن هسه الحمد لله عندنا قيمنا جي دي اي بي سي نفسها أخذناها على نفس الجي دي اي بي سي جي جول اورينتد. نحن لازم تعين أهداف عشان كده التخطيط مهم مهم جدا. دي كانت اسمها جي دي اي بي سي. دي كان حاجة نسيناها برضو المهم. اي كان في الانوفيشن كويس. بي البرفكشن. سي الكولاترال والكوردينيشن. دي كان الديسيشن ميكينج والحاجة كده. anyhow القيم لأنها بتربطك برؤيتك وبأهدافك. طيب أهم نقاط التركيز الاستراتيجي. ما في استراتيجية بتكون بدون بيلرز يا جماعة. بسموها أعمدة أساسية الاستراتيجية. كومبوننت الكبير بتاع الاستراتيجية. فلازم تكون استراتيجية عندها محاور. عندها مواضيع رئيسية. ده هنا برضو بتختلف من الخطة التشغيلية. خطة تشغيلية أنشطة. صح الأنشطة ممكن تتردد في باكيتش وكده. لكن الاستراتيجية عندها محور ومحورين ثلاثة 17 حسب البلوكات. وأكيد بدون مؤشرات أداء لأنك ما كونك تقيس حاجة في يوم ولا شهر ولا سنة حاجة بسيطة. لكن تقيس لك حاجة على مدة 20 سنة 25 سنة دي حاجة كبيرة. والمستهدف أكيد لازم يكون الاستراتيجية عندها مستهدفات واضحة شغالة عليها. نجد أهل لنفس القصة. مدخلات وأنشطة ومخرجات. دي أنتوا فاهمينها. اتكلمنا عنها. ده يكفي الثلاثة دي بيكفوا لحد التخطيط التشغيلي. أما التخطيط الاستراتيجي بيحتاج الأثر. الإمباكت. أنت بتشتغل هنا. أنا هناك بشتغل على مخرج. والله داير أدرب الناس زي. المخرج بتاعي إنهم يزيد ونسبة الهات هيجي. ده مخرجي. لكن لا انا استراتيجيا داير الهات هاجين تكون نظيفه عشان الريسك ريشن تبقى زيرو. الاثر شنو؟ اللي بعد 5 سنه كل الناس بقت تغسل يدينا تمام وصلنا ل 85% والله يا اخي انا داير اثر كبير. داير اقلل نسبه الهيرس كير شيت انفكشن او اثر اكبر من كده. داير سلامه المرضى داخل المستشفى او والله اثر ضخم انه اي احد يدخل المستشفيات السعوديه ما حيصاب. دي الاستراتيجية تمنى لكده. أما بس تقول لي عشان يلتزموا كده دي خطة تشغيلية. بعد كيف نعد الخطة الاستراتيجية؟ نبدأ خطوة خطوة. الإعداد لبناء الخطة الاستراتيجية. يعني هي دائرة إعداد. دا ليه هي بتاخذ زمن وهي عملية كبيرة يعني ما عملية صغيرة. أهم شيء لازم الناس اللي يكونوا انت عايز تعمل لهم التخطيط الاستراتيجي يعرفوا ان عمليه طويله المدى. عمليه دايره نفس. عشان كده لازم تعرف بيها انه والله انا كيف هعمل خطه استراتيجيه غرضنا شنو. التاكد من توافر الدعم الكافي من القيادة. اي خطه استراتيجيه ليس عليها قائد ستفشل. ليه؟ لانه الزمن طويل. يعني اذا نفذوها شهر واحد وشهر اثنين ممكن في شهر خمسه ينسوها في شهر سبعه يخلوها. فلازم يكون في قيادات تدعمها طوال على طول لحد ما تحقق الهدف بتاعها. الاتفاق على خطة عمل مشروع التخطيط الاستراتيجي. لا التخطيط الاستراتيجي داير له خطة نفسه. يعني مثلا الشهر الأول حنجمع معلومات. الشهر الثاني حنحدد مستهدفات. الشهر الثالث الفريق بتاع التغيير. يعني هي نفسها لازم تعلق خطة تشغيلية صغيرة. صح ما سنة قد تكون 6 شهور لكن أقل شيء أنا قلت لك 3 شهور. 3 شهور 4 شهور 5 شهور دي لازم تكتب لنا فيها خطة صغيرة كيف حتصلوا لنا في نهاية الدونة الدرافت الاستراتيجي أو المخرج الاستراتيجي النهائي. اهم شيء بناء خطه التواصل ورفع الكفاءه. يعني الكوميونيكيشن 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 قبل الاستراتيجيه واثناء الاستراتيجيه وبعد الاستراتيجيه. ادله الفئات المستهدفه الادارات عليا قيادات ذات تاثير اداره وسطى جميع العاملين. دي مثال لكيفيه الكوميونيكيشن. انا الخلاصه من الموضوع كله انه التواصل رابط ربط قوي جدا مع التخطيط الاستراتيجي. ما في خطه استراتيجيه ما لم تكون مصحوبه بخطه التواصل. يعني أعطيك مثلا الآن لو الجدة بيسعمل خطة استراتيجية إذا ما عندها تواصل مع مدراء مكافحة العدوى ما عندها تواصل مع المنسقين في المستشفيات الاستراتيجية ما حتنجح. فلازم تكون عندك وسائل تاع التواصل قوية.
دي عشان انا اتاكد انه المرحله الاولى لازم يكون في الناس عارفين في خطه تنفيذيه محدده في تواصل استراتيجي انا حددته وفي برنامج تدريبي خاص لنرفع كفاءه الناس عشان للتخطيط الاستراتيجي. الثانيه مراجعه وتحديد الرؤيه والرساله والقيم المؤسسيه، دي مهمه جدا في الاستراتيجيه، لازم تعمل رؤيه ليه نحن ناجحين في الماضي بقينا فاشلين، في كنا فاشلين بقينا ناجحين، ما حققنا أهداف سابقة ليه، عايزين نحقق أهداف، في أسئلة أنت بتسألها عشان تصيغ رؤيتك ورسالتك. ولازم تراجع كويس رؤية المؤسسة شنو، هسه رؤية الجي دي اي بي سي الخلو من الأمراض الانفكشوز ديزيز، ما يكون عندنا مشكلة الحاصلة داخل المستشفيات نتيجة الخلل في مكافحة العدوى. دي أهم نقطة اللي يسموها situation analysis، اللي هو دي فيها كيفية حل الموقفين اللي أنا واقف فيه والآن عشان أضع نقاط رئيسية للتركيز الاستراتيجي. أول حاجة الدولة عايزة إيه؟ هل أنا الآن مسؤولياتي دي متوافقة مع الدولة؟ يعني مثلا نحن الإدارة العامة لمكافحة العدوى الآن في مشروع بتاع التحول، هل نحن فهمنا ومسؤولياتنا ماشية مع التحول ولا ضده ولا عكسه ولا كده؟ فأنت الإطار العام الاستراتيجية لازم يكون في إطار عام في الدولة، ما ممكن أضع لك استراتيجية وأنت ما فاهم الدولة ماشية وين. خطة تشغيلية ما تفرق بتنتهي في سنة، لكن استراتيجية لازم تكون عارف إنك إذا الدولة ماشية في يمين وأنت ماشي شمال أنت ما حتنجح، فلازم تكون مسؤولياتك تجاه. اثنين، تحليل أصحاب المصلحة، مين هم الناس اللي أنت شغال معاهم، الجهة المطلوب منها الخطة الاستراتيجية، مقدرات لازم تحللهم، عايزين يصلوا لشنو كده. تغيير الخطة الاستراتيجية السابقة، لازم يكون الاستراتيجية السابقة هل نجحوا فيها فشلوا، وين استراتيجياتهم ذاتها وين الزمان وين كويس، هم بدوا على أساس هم دارين يصلوا لشنو كويس، فأنت لازم تغيمه. الموقف ذاته الآن حاليا هل هم بواجهوا أخطار، هل وضعهم في السليم، هل هم والله ناس تطور، بعد ذلك بتطلع تقول والله ده غادر التركيز الاستراتيجي. هي يا جماعة بتنتبه تحت ثلاثة حاجات التركيز الاستراتيجي، أول هل الناس دي يحتاجوا تأسيس من أول وجديد كويس، اذا معناه استراتيجيه تاسيسيه، مثلا لا دار اكون ادارات، دار اجيب افراد، لانه وضعي من الصفر، او والله الناس ديل قاعدين لكن دارين اصلاح حصلت لهم اشكال فبنسميها استراتيجيه اصلاحيه ريفورم، او والله الناس ديل ما مؤسسين وحالهم زين ومصلحين، ديل معناه دارين نمو وتطور الديفلوبمنت، اذا دي معناه والله تطوير استراتيجيه تطويريه. عشان كده أحلى أنواع الاستراتيجيات اللي بتعالج الثلاثة، تعالج لك تأسيس لشيء جديد، وتعمل لك إصلاح لوضعك الحالي ما أمكن، وتعمل لك تطور. دي أنواع الاستراتيجيات، في ناس لا بيختاروا نوع معين، في ناس بيختاروا نوعين، وده كله بيجي من التحليل. إذا نقاط التركيز ده تطور في شنو، عايز تعالج في شنو، عايز تأسس في شنو. في أساليب كثيرة، ده بيستي اللي هي جاية من بوليتيكال اللي هو قلنا الدولة، الوضع السياسي، إيكونومي الوضع الاقتصادي كويس معك، سوشيولوجي الوضع المجتمعي، تكنولوجي التقنية الموجودة الموجودة عندك، الليجل الوضع القانوني، إنفايرومنتال الوضع البيئي العام. ده بيستيل ده نوع من أساليب التحليل المتطورة جدا اللي هي بتديك استراتيجية على مستوى كبير، بتحلل على هذه العناصر الكبيرة. في SWOT analysis مشهورة لكم، strengths, weakness, opportunity and threat، ده نوع برضو من التحليل الاستراتيجي. الفرق بين الاثنين انه ده بيحتاج استراتيجيات ضخمة، ذاك استراتيجيات محددة، يعني ما ذات ارتباطات بالعوامل دي، ما ذات ارتباط بالاقتصاد ولا ارتباط بالقانون، دي استراتيجيات دولة بتحتاج الاشياء دي كلها. نفس الاشياء، اتأكد اهدافي، اتأكد الناس المعينين، اراجع ليه قائمة التحقق. قائمة التحقق دي يا جماعة هنا ما مذكورة عبطا للبرزنتيشن، هي القائمة دي أصلا بتكون موجودة عند الفريق الاستراتيجي، بيكون بيشتغل بالمراحل الأولى والثانية والثالثة، كل ما ينجز بيعمل صح يمشي للخطوة البعض. الأهداف الاستراتيجية مؤشرات القياس، هنا حنمشي سريع لأنه أكيد أنت عارفين كيف تبنى الأهداف. بطاقة الأداء المتوازن، دي المؤشرات يا جماعة الاستراتيجية تقاس بحاجة اسمها بطاقة الأداء المتوازن، اللي هو دي طريقة قياس مع الاستراتيجيات وليست للأنشطة العادية تحت السن. بالانس دي لأنها وزنة متوازن، يعني أداءك ده لازم يكون متوازن مع هدفك
الاستراتيجي. هناك في التشغيل ايوه لازم يكون متوازن وكذا وكذا، لكن هنا المتوازن متوازن يا حبيبي، لانه جاي سنه بعدها وسنه بعدها وسنه بعدها، اذا في خلل في السنه الاولى السنه الثانيه ما حجيك، السنه الثالثه ما حجيك. وهو زي اداره الاستراتيجيه، يعني انا بدير الاستراتيجيه ان اقول والله الانشطه دي حتوصلكم للاهداف يا جماعه، انشطتكم دي ما حتوصلكم للاهداف. كويس، فهو مهم جدا اراجع الموارد والامكانيات والعمليات الداخليه، وهل انا ماشي نحو الهدف بعد 10 سنه ولا ما ماشي نحو. احد يقول الشرائح مو ظاهره؟ الشرائح ظاهره بلده، شرائح ظاهره، الشرائح ظاهره بلده. دي منظور غايات استراتيجيه كفاءات، يعني الدار الخصه انه الاستراتيجيه عندها عده منظورات، عده مفاهيم انت لازم تكون محيط بها كلها وتشتغل عليها. مؤشرات الاداء ما حاخذ وقت، شرحنا قبل كده انه لازم يكون في مؤشر للاداء، الهدف، البرنامج، المسؤول عن القياس، مصدر المعلومات، طريقه معادله القياس، وحده القياس، دوريه القياس، كم مره بنقيسه، مستوى القياس، كويس، اتجاه الأفضلية. بمعنى اتجاه الأفضلية ده مهم جدا يا جماعة في مؤشرات القياس اللي بتفرقني من القياس للخطة السنوية. الخطة السنوية أنا عندي مؤشر صح، يعني قد يكون طالع أو نازل أو كذا، لكن مهم جدا في الخطة الاستراتيجية يكون عندي هل أنا ماشي أفضل نحو الهدف ولا لا، كويس، إذا كان الهدف تصاعدي ولا تنازلي، فده مؤشر مهم جدا تكون موجودة. يعني أنا لو داير أشوف استراتيجية ما عندي وقت أقرأ كل المؤشرات، لأن الاستراتيجية بالطبع مؤشرات أكثر، لكن مؤشر التصاعد ده بيهمني. إذا أنا عايز أصل والله مثلا زيرو بيهمني التنازلي، داير أصل 100% بيهمني التصاعدي، وبربطه لك بالزمن. إذا أنت قلت لي والله داير أحصل 100% خلال 5 سنوات، جيت في السنة الرابعة لقيتك عامل 10، يستحيل في السنة الخامسة تعمل 90%، إذا معناته محتاج تعمل إنغاز لهذه الاستراتيجية. دي بطاقة قياسة ده، وحيشرح بعدي إن شاء الله، حتكون في محاضرة بعدي في مؤشرات الإداء وحتشبع مؤشرات إداء، لكن الخلاصة إن الاستراتيجية لا تستحيل تكون بدون مؤشرات أداء. وحتى الاستراتيجية مؤشرات الأداء لازم تجي تحت قياس متوازن، بطاقة القياس المتوازن، وبطاقة القياس المتوازن هو إدارة الاستراتيجية، وإنه النشاط لا بد يحقق. إذا معناه عملية مؤشرات الأداء في الاستراتيجية أكثر أهمية من مؤشرات الأداء في الخطة التشغيلية. ليه؟ لأن الخطة التشغيلية هي بتجي من الخطة الاستراتيجية، فإذا الخطة الاستراتيجية فوق ما محكمة، الخطة التشغيلية ما لها حتكون ما لها غير محكمة. عشان كده لازم الاستراتيجية تكون محكمة إحكام كامل عشان التشغيلية ما تواجهها أي إشكالات في التنفيذ. في سؤال من تسنيم، إنه هل يمكن تكرار مؤشر الأداء لأكثر من هدف؟ يعني يكون عندنا عدة مؤشرات مثلا؟ أعتقد أنها تقول مؤشر أداء واحد عندها أكثر من هدف ويكون لها مؤشر أداء واحد، هذا اللي أنا خدت السؤال. يحتمل إذا مؤشر الأداء الواحد ده والأهداف متجانسة يمكن، لكن ليه نحن نعمل أهداف متجانسة ما نعمل هدف واحد يعني كبير يضم الأهداف الثلاثة مثلا؟ فممكن مؤشر الأداء يكون لأكثر من هدف، يكون لكل هدف مؤشرات، يعني دي عملية تجعل حسب الأهداف الموجودة في الاستراتيجية. غالبا الهدف الاستراتيجي الكبير بيكون عنده مؤشر واحد كبير غالبا. كويس، دي شرحنا عليها قبل شوية. بس المقاطعة، في أكثر من زميل يتكلم عن في الشرائح، الشرائح إذا كان عندكم مشكلة أطلعوا وادخلوا، معناته عندكم مشكلة بالبرنامج. إذا كان مشكلة حتى الصوت واضح بالنسبة لنا، يعني أعتقد المناطق كلها ما في إشكالية، ممكن يكون من الشخص نفسه النت أو شيء، فبس تشيكوا على قوة النت عندكم. تفضل. معلش دكتور، نرجع لنقطة موضوع Go Green، هل هذه تعتبر نقطة استراتيجية أو أن لا يكون للمنشأة إلا خطة استراتيجية واحدة؟ المنشأة يمكن أن تكون لها خطة استراتيجية شاملة، كويس، داخل خطط استراتيجية صغيرة، انت علي؟ يعني مثلا الجي دي اي بي سي تكون خطة استراتيجية 25 سنة، عليك؟ في ال 25 سنة والله عندنا 5 سنة كلابسي وسنتين ما تعرف هذا هايجين واربعة سنة كده، دي تسمى الخطة الاستراتيجية الكاملة، كويس؟ او والله يا اخي الادارة دي عندها خطة استراتيجية تتفرع منها خطط استراتيجية كل مرحلة، يعني خطة واحدة لكن السنة الجاية خطة جديدة، السنة اللي بعدها خطة جديدة، فهمت علي؟
فهي المهم في النهاية، في النهاية إنه لازم ألقى لي حاجة استراتيجية توريني الإدارة دي دار تصل لشنو. فهمت علي؟ أنا لا يعني أقصد يا دكتور، هل من الممكن إن في السنة الواحدة عندي أكثر من خطة استراتيجية؟ الخطة الاستراتيجية طبعاً هي أكثر من سنة، صح؟ نتفق إنها أكثر من سنة، 5 سنوات، 10 سنوات، أي. ويمكن أن تكون لديك 17 خطة استراتيجية. آه ممتاز، يعطيك العافية دكتور. تحديد تفاصيل البرامج، تذكر قبل نحن قلنا المشروعات بتيجي تحت البرامج، تحت المشروعات الأنشطة. هنا في الاستراتيجية أنت ما بتحدد أنشطة تفصيلية، يعني مثلا أنا داير أزيد نسبة الالتزام بالهاند هايجين، بس ده الهدف الكبير والجول. بضع أنشطة عامة، بقول قيام تدريب، لكن لا بقول دورتين تدريبيتين لأربعين شخص، لا دي بتركة للخطط شنو؟ التشغيلية. فبكتب الأنشطة الكبيرة، تحديد تفاصيل البرامج الكبيرة اللي أنا براها في الاستراتيجية. يعني أهم شيء في الاستراتيجية الأهداف يا جماعة، والغايات والتحليل الموقف والأشياء النظرية دي أهم شيء، ومؤشرات القياس. أما العمليج التشغيلين هم اللي بيجي يفصلوا على حسب الاستراتيجية الكبيرة. مثلا إنك والله يا أخي تعمل معايير، مثلا 7 معايير زي ما مكتوب فوق، علاقة بأهداف التنمية، الأجندة الوطنية. معلش يا جماعاني دي عديتها بس كنموذج. فتجد إنه والله يا أخي المعيار الأول فوقه عدة برامج، فهمت علي؟ والمعيار دي يا جماعة دي اسمه مؤشرات، دي بسموها زي ما اتفقنا قبل إنه أعمدة الاستراتيجية أو نقاط التركيز الاستراتيجي الكبيرة. فاسمه بقوم بعمل لها برامج. أنا بجي مثلا عبد الفتاح قامت الاستراتيجية دي قالت لي والله في تنمية مستدامة، قالوا الوزن النسبي 10% من القصة الكبيرة الاستراتيجية بتاع الدولة، دارين 10% في التنمية المستدامة. اللي هو قالوا البرامج شنو؟ قالوا دارين ندخل الحاسب الآلي للمدارس. النقطة كم خدتوا لي؟ والله خدتوا لي 4 نقاط، مثلا 4 مدارس ولا كده ولا كده. إذا معناها أنا والله عشان أحقق أحقق النقطة دي أنا أفكر خطتي اسمها الخطة التشغيلية بتاعتي إدخال الحاسب الآلي للمدارس. السنة الأولى 1، والسنة الثانية 2، والسنة الثانية 3، والسنة الرابعة 4. بجي بعد إدخال الحاسب الآلي للمدارس دي خطة تشغيلية، بعدها أشوف الأنشطة، شراء الحواسب الآلية، المدارس المحتاجة للحاسب الآلي، المستشفيات المحتاجة للنت، التعرف النظام أدخله كيف، بعدها بتجي الخطة التشغيلية عشان أحقق حسب المستوى الاستراتيجي أو المسار الاستراتيجي أو المحدد الاستراتيجي أو العمود الاستراتيجي أو نقاط التركيز الاستراتيجية أو محاور الاستراتيجية. زي ما ذكرنا الخطط الاستراتيجية قلنا عندها بطاقة أداء متوازن، وعندها يعني تعقيدات في المتابعة، وهم شيء يكون عندها متابعة وتقييم بطريقة منظمة بطريقة علمية، بيقيسوا النشاط مع الهدف كل مرة، فيها تقارير وريبورتينج. أهم شيء فيها زي ما قبل تتذكروا قلنا في الخطة التشغيلية بنتكلم عن تحديات صغيرة، يعني والله الحضور ضعيف، المدرب ضعيف، لا أنا هنا في الخطة التشغيلية بسميها مخاطر ما تحديات. التحدي ده ما في سنة، يعني تحدي ممكن أعبره كويس، لكن المخاطر ده حيات كبيرة جدا، فإنت لازم تخد في بالك إن خطتك الاستراتيجية فيها مخاطر. المخاطر دي لازم تراجع الآتي: نمرة 1 نماذج التخطيط، هل الخطط الاستراتيجية دي كلها كنموذج كده هي نفسها مفهومة للناس، هي نفسها ممكن نمشي فيها لقدام؟ ودي نقطة مهمة جدا، تلقى الخطة الاستراتيجية فيها مليون دراف لكن الناس ما فاهمة حاجة، بس معاك فدي لازم تراجع، ده خطر ذاتي على الاستراتيجية. العصف الذهني، التفكير كان ما تفكير، تفكير فطير، والناس المفكرين عقلياتهم ما كبيرة. ففي النهاية بعد سنة واحدة بيكتشف إن الاستراتيجية دي ما ذات قيمة. المخاطر السابقة، الاستراتيجيات السابقة فشلت ليه؟ والله كانوا بيجيبوا مدير فاشل أصلاً من الأساس، ما جابوا المدير اللي بيقدر يقود الاستراتيجيات لقدام. إذا معناها الخطر ده إذا موجود، إذا لابد نطالب بقيادات عشان تقود الاستراتيجية. الافتراضات والسيناريوهات الممكنة، لازم تطرح سيناريو إنه الإدارة دي حلوها. ما في الاستراتيجية بعد 5 سنين تعمل فيها شنو؟ أو جت تحول. أنا في ناس بقرأ لهم وهم بيعملوا استراتيجيات، والاستراتيجية بتاع التحول إنه تزيل من الوجود، فده ده ده تفكيره مختل. أنت ما ممكن تكون استراتيجية كاملة تحت الدولة بتقول إنه ننقص القوة العاملة وننقص الأشياء في وزارة الصحة، وأنت في الوقت ده دار تتوسع عليه، تقول دار تزيد مكاتب ودار تزيد. إذا معناها السيناريو بتاعك ما صحيح. السيناريو الصحيح إنه والله أنا ما محتاج استراتيجية، أنا محتاج استراتيجية بسموها جماعة استراتيجية الخروج، إكزيت استراتيجي، أنا كيف أطلع بأقل الخسائر، كيف أطلع وأعمل استمرارية للبعدي.
ولازم تضبط كل السيناريوهات دي يا جماعة. الافتراضات والسيناريوهات بعدين لو فضل الوقت أنا ممكن أوريكم العلم ده بتاع الافتراضات والسيناريوهات على البشوبية إدارة المخاطر. هو بيقى بسموه التنبؤ المستقبلي، ده علم جديد يا جماعة ممكن نتناقش فوق أنا. ده بعد الاستراتيجية. إذا الاستراتيجية 25 سنة أقصى حاجة لك تصلها 25 سنة، الافتراضات والسيناريوهات بتبدأ بعد 50 سنة. ففي ناس شغالين الآن بيسموهم المستقبليون، ها ودي لو جلست معاهم بتصاب قريب بالجنون. المستقبليون هؤلاء بيشتغلوا سيناريوهات بعد 50 عام ومية عام، اسمعك، وبيضعوا استراتيجيات لماذا يحدث بناء على السيناريوهات المفترضة. يعني بيكونوا الآن عندهم صورة لوزارة الصحة بعد 100 سنة بتاعتنا دي، اللي هو نحن ما بنقدر ندرك المكان ده ما لم نكون عندنا السيناريوهات كيف بتتبني، كيف تبني السيناريو، كيف تعمل التوقع وكده. ده علم جميل ممكن تتسلى فيه ولو تحب تتسلى، لانه في ناس ما مقتنعين به وفي ناس مقتنعين به، وفي ناس حققوا مستقبلين قالوا العالم بعد 50 سنه حيكون شكله كده، بعد 100 سنه وفي له شكله كده، وفي امثله بيدرسوا فيها والحاصل يعني انه والله الناس حتصل القمر، وصلت القمر، الناس حتكون زمن ذاك ما في تلفون، الناس حتستخدمها بجوالات، كله حصل. فدي نقاط بعد الاستراتيجيه. تحليل الخطوات العمليه، رسم تفصيل لخطوات العمل في الاستراتيجيه لازم تحلله. واهم شيء وانا حطيته آخر حاجة، الخبراء. لا توجد استراتيجية بدون خبير. يعني ناس هو بادين يا دوب قالوا بضع استراتيجية، حيضع استراتيجية أي حاجة، لكن الخبير ممكن يعمل الاستراتيجية دفعة، بيكون عنده نظرة كبيرة من الاستراتيجيات السابقة اللي هو دخلها. بس الخبير ده معناه عمره كبير، يعني عمل 1-3, 1-2, 1-5 يكون عمل زي 10 استراتيجيات، وبيكون فاهم تماما من أين تؤكل الكتف. فده بتجيبه دائما انت عشان يساعدك في المخاطر. واحد يقول لك الله المخاطر بتاعتك هتحصل لك كده، لان عنده خبره، ما تلعب ساكت تكتب ورق، او يوريك انه الهدف ده كده، او يوريك انه انت ممكن تختصر خطوتين في واحده، او يوريك الزمن والله ما بتحتاج 4-3. فراي الخبره مهم جدا عشان ما تحصل لك مشكله. تشاور الخبره في الاستراتيجيه. مشكله انه بعض الناس بيفتكروا انه الاستراتيجية أنا وقت بعرفها خلاص بعمله، صح، ده الجزء الأول، لكن تكون خبير فيها. النقطة الثانية، أي مخاطر في الدنيا يا جماعة بالذات الاستراتيجية تتجنبها، ما يجيك كله كويس، يتحولها الخطر ده يمشي لجهة ثانية كويس بطريقة ذكية. يعني مثلا مشكلة بتجي الإدارة العامة نرميها على المناطق، يعني تحويل الخطر استراتيجيا يا جماعة، ما تهربا، لكن الاستراتيجية تحتاج مرات انه دي تخليها يناقشوا المناطق لانه عندهم قدرة عددهم اكبر. مثلا تقليل العسل، خليه يجي لكن ما يعمل لنا حاجة كبيرة. يعني مثلا بعد ذاك التقبل، يا اخي جينا الخطر ده ونعالج جوه الاستراتيجية، تكتب انه حنواجه بكده وحنعمل كده. زي ما جينا نحن التحول اخذناه كمكسب كويس، اتقبلناه كويس واشتغلنا عليه ودارين نستفيد منه، ونحن الآن شغالين كإدارة عامة نستفيد من برنامج التحول، أي نطور مكافحة العدوى عبر التحول، اتقبلنا ده. لكن لو كنا ناس ما عندنا تفكير استراتيجي بننتظر التحول يجي، والتحول يجي يمكن يعمل أي حاجة، يقول الله حلوا الإدارة العامة لمكافحة العدوى، لأنه قد يكونوا هم ما فاهمين استراتيجية الإدارة العامة، أو ما الزمن ما أزعفهم، أو عندهم أفكار أخرى كبيرة، فقاموا حلوا الإدارة العامة بقرار بس يعني. لكن انت لما تتقبله وتضع عليه كده برضه هتستفيد. اذا واحده من الاستراتيجيات المهمه جدا انك تعرف ماذا يحدث في المستقبل وكيف تتهيأ له، ده فهم الاستراتيجيه الاكثر من الخطه التشغيليه. اخر حاجه انه يا جماعه الهيكل التنظيمي ما شاء الله انتوا اخذتوا فيه تجربه وعمل، انه يا جماعه ما في استراتيجيه بدون هيكل تنظيمي، وما في هيكل تنظيمي بيدعمل من الفراغ. الهيكل التنظيمي بيدعمل حسب استراتيجية المؤسسة، أفكار العامة، رؤيتها العامة، بعد ذلك بضع عليها شنو هيكل استراتيجي. GDIBC أو الإدارة العامة لازم تكافح الأمراض الناتجة عن العدوى، إذا لازم يكون عندها نظام ترصد، إذا في الهيكل لازم يكون في ترصد. والله يا أخي لقوا إنه الأمراض الناتجة عن عدم التزام مكافحة العدوى معظمة من نظافة الأيدي، إذا لازم يكون في برنامج نظافة أيدي. والله لقوا إنه والله يا أخي الجماعة دي المحتاجين يطوروا الجانب الإداري عشان يساعد في الجانب الفني، إذا لازم يكون في تميز مؤسسي سواء. فدي يعني ولازم البطاقة الأداء الجميلة اللي قلناها، طريقة القياس، طريقة متابعة الاستراتيجية لازم تبنى على الهيكل ده وتبنى على الاستراتيجية. الهيكل بيحدد المشاركين في التخطيط، يعني عندك استراتيجية لازم يكون عندها هيكل، يعني استراتيجية ده للناس معينة، وبوضح المسؤوليات
ووريك مؤشر في القياس تقيس في سيرفيلانس ولا تقعد تقيس في الاوت بريك ولا تقيس وين يعني، لان المؤشرات دي لازم تكون في جهات محدده هي تسال انت عنها. شكرا. ده يا جماعه ملخص بريف عن الاستراتيجيات، لانه الاستراتيجيات دي موضوع طويل وموضوع كبير، لكن الزول لو قرا فيه بيستفيد اكثر، والبيبدا الزول عشان دار يتعلم كيف يكتب التخطيط الاستراتيجي يقرا عن الاستراتيجيات يسمع الاستراتيجيات، لانه يا جماعه هي فيها عقده نفسيه. اقول لكم بصراحه، الزول بيقول يا اخي انا اخطط لبعد 15 سنه لجنو كويس معاك في مؤسسه. في ناس النجاح الشخصي، لانه هسه الان في علم وامشي اقرا عنه اليوم، ما يسمى الاستراتيجيه الشخصيه. أنا بعد 15 سنة أكون وين؟ لا والله مدة في الأجل. وفي ناس دكتور أيوة أخلص لك النقطة دي وأجي أسمعكم. تم. في تجربة بيستشهدوا بها ناس كثيرين ومشهورة ومكتوبة في كل الكتب وفي المواقع الشبكة العنكبوتية، إنه جابوا لطلاب في الصف الثالث الابتدائي كويس؟ قال له أكتب بعد ما تكبر كبير، يعني خش الثانوي العام والعالي ويدخل الجامعة ويتخصص، عايز تعمل ايه؟ في 3% منهم كتبوا بوضوح عايزين يعملوا ايه. من الطلبة دي المطلبة في ثالثة يعني صف صغير يعني، ففي 3 بوضوح، واحد كتب ده رقب طبيب، واحد ده رقب رجل اعمال، واحد كتب مهندس، والثاني ما عارفين، واحد كتب انا طيار، كتب من راسه ساكت، وذلك كتبوا الحاجات. جو بعد 25 سنة جو جابوا الطلاب ديل ذاتهم، لقوا كتب طبيب بقى طبيب، وكتب محامي بقى محامي، والدار كتب رجل أعمال بقى رجل أعمال، و97% ديل كلهم مشوا حاجات ما هم ذاتهم ما فكروا فيها ولا كتبوا لها. فجأة الواحد أخذ التيار في جهة معينة. أسأل أنا ما أعرف أعماركم، أكيد أنتم شباب صغار لسه يعني في الثلاثينات والأربعينات، لسه عندكم 10 سنة إن شاء الله، 20 سنة 30 سنة، والله يطول في العمر. على الأقل المفروض الواحد فيكم يكون عنده خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات، هيكون وين؟ السؤال ده نحن بنزوغ منه يا جماعة، ما قاعدين نفكر فيه، لأنه التفكير عملية متعبة. لكن يوم من الأيام أنت أجلس كده قول أنا قاعد أعمل استراتيجية شخصية لنا، خلي الجد أي بي سي، أنت في روحك ده بعد 5 سنوات شكلك كيف؟ حتكون كيف؟ وضعك المالي كيف؟ أمورك المشاكل بتاعتك تحلها كيف؟ وزي ما كلمنا عن الاستراتيجية بتناقش 3، يا مشكلة كبيرة أنت لازم تعالجها في 5 سنوات، يا دار تصلح أدائك في السنين القادمة ل5 سنوات، أو دار تتطور بعد 5 سنوات. وأكيد كلنا دارين نتطور، فلازم تكون عندنا استراتيجية شخصية. ده لو استفدت من الاستراتيجيات لشخصك أنا بكون سعيد جدا، لأنك أنت لو نجحت معناه جدا اي بي سي نجحت، معناه المملكة العربية السعودية نجحت، معناه المسلمين نجح. شكرا. أعتقد دكتور عدم وجود خطة استراتيجية بيكون في إضاعة للوقت، إضاعة للتوجه ما يكون واضح بالنسبة لك، فيكون في إضاعة حتى لحياتك أنت، إضاعة للمال ما صحيح. يكون فيها التوفيق أو يا خسارة. بالضبط خسارة عديل، عدم وجود خطة خسارة. طيب في أي أسئلة؟ طيب دكتور أنا عندي سؤال. تفضل. الآن الخطة الاستراتيجية مثلا في الإدارة تمام، هل أقدر أصلح خطة استراتيجية واحدة لجميع برامج الإدارة، أو كل برنامج له خطة استراتيجية؟ أقدر أجاوب عليك وفاء. الخطة الاستراتيجية يمكن ما حضرتي معانا مع سفراء التميز. لا. الخطة الاستراتيجية إحنا لما نحطها تكون على مدى طويل 5 سنوات زي ما تفضل الدكتور، وتكون للجهات عليا، الإدارات عليا، بمعنى إحنا كإدارتنا وإدارتكم اللي يضع الخطة الاستراتيجية هي الإدارة العامة لمكافحة العدوى على مستوى الوزارة، لكن الخطة الاستراتيجية غير مطلوبة على مستوى المديريات، إدارات مكافحة العدوى على مستوى المديريات، لذلك لا توضع، أنتم تضعون الخطة التشغيلية اللي هي السنوية. تمام فهمت، شكرا. الله يعطيك العافية. في أي سؤال ثاني؟ هل عندكم أي سؤال بخصوص التخطيط الاستراتيجي؟ بعدت عندي سؤال على الخطة التشغيلية، هل تنعمل، هل نعملها دائما بعد الريسك أسسمنت؟ لأن احنا ما طرقنا الريسك أسسمنت. حلو، سؤال جميل، يكاد يكون أجمل سؤال. كل خطة تشغيلية تختلف عن أختها. الخطة التشغيلية
للقطاع التعليمي تختلف من الخطة التشغيلية للقطاع الصحي. عشان كده وخطة القطاع الصحي الاقتصادي فرق من خطة القطاع الصحي في مكافحة العدوى. خطة القطاع الصحي في مكافحة التضخيم فرق من خطة القطاع الصحي لمكافحة العدوى. نحن خطتنا في مكافحة العدوى مربوطة بمفهوم اسمه الجودة. حلو؟ طيب الريسك اسيسمنت ده مفهوم بتاع جودة يا جماعة. بس نحن لأنه غرضنا الرئيسي استراتيجيتنا الرئيسية مبنية على تقليل الريسك، تقليل الخطر من البداية. كويس؟ إذا معناها لابد نعمل ريسك اسيسمنت. الريسك اسيسمنت هو عملية بتاع شنو؟ تحديد أولويات. يعني الأشياء المهمة شنو؟ هو بوريك المهم والله إن عندك مشكلة بتاعت كوفيد، المهم والله عندك مشكلة بتاعت هات هايجين، بوريك لها بالترتيب. ده الآن حبنا عليه خطتي. ده علاقة الريسك اسيسمنت بالخطة التشغيلية لمكافحة العدوى. زول تاني ما عندهم ريسك اسيسمنت. مثلا مكتبة الملك فهد الصحافية. ما عندهم خطورة عشان يقول الله الخطر الأول تنحرق المكتبة. الخطر يعني دي ما في خطورات بالشكل زي ده. فهم طوال حيقوموا ويقولوا والله أولوياتنا إضافة كتب جديدة، أولوياتنا إنشاء المكتبة الإلكترونية. إذا معناها الخطة لازم تبنى على أولويات وأهداف. فالريسك اسيسمنت بيساعد ناس مكافحة العدوى في تحديد الأولويات اللي بيضع عليها الأهداف والخطط التشغيلية. أي سؤال تاني؟ أي سؤال؟ بالذات في الاستراتيجية يا جماعة، فهمكم عنا شنو كده؟ أنا عندي لكم سؤال، الاستراتيجية دي كلمة استراتيجية جات من وين؟ يزول عنده علم؟ استراتيجية دي جات من وين؟ كلمة إنجليزية هي. ما في كلمة عربية اسمها استراتيجية. خطة تشغيلية في شغل في اللغة العربية، في شغله وأشغله فخطة تشغيلية. كويس؟ أو خطة سنوية، عام وعام وسنوي وسنة، معروفة كده. أما استراتيجية دي ما كلمة عربية. آه؟ مرحلية، يعني خطة مرحلية على عدة والله مراحل. مرحلية دي السنوية، التشغيلية دي ما مرحلة، الاستراتيجية ما مرحلة، خطة كبيرة. الغريبة ترجمتها بالإنجليزي زي ما قلت تكتيكية ومرحلية، لكن بمفهوم العام استراتيجية. أمشي أقرأ عن واحد اسمه استراتيجوس. استراتيجوس ده قائد يوناني كان بينتصر في الحروب، فكان بضع كيف ينتصر في 7 معارك مع بعض، الأولى بتين والثانية بعدها والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، لحد ما يستعمر المكان اللي هو عايزه كله. فاستراتيجيوز ده كان بيفكر تفكير مرحلي، كل واحدة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، فلما نجمع 7 مراحل يكون عمل تخطيط استراتيجي. ومن هنا جات الاستراتيجيات، هي فهمها بتاع قوات مسلحة أكثر من كان فهم بتاع ناس تخططين. بعد ذلك بقت عامة لكل الناس حتى وصلت المستوى الشخصي. كفاكم صح؟ اليوم كفا. والله دكتور الخطة الاستراتيجية أو التخطيط الاستراتيجي بصراحة موضوع كذا كبير مرة، يعني محتاج نقرأ فيه مرتين وثلاث وأربعة يعني صح. ويمكن شهر قدام شهرين. صحيح كلامك صحيح. طيب ما بالك بالتنبؤ المستقبلي 50 و100 سنة؟ الله يكفف يعني. فلا بصراحة الخطة التخطيط الاستراتيجي بصراحة موضوع كذا كبير مرة، يعني يحتاج له أوقات كثيرة ومو بس وقراءة. فشكرا لك والله صراحة استمتعت أنا بصراحة من التقديم، لا الخطة التشغيلية ولا التخطيط الاستراتيجي. فشكرا والله دكتور. شكرا لزوجك أنت يا أخي، شكرا لزوجك الراغي يا أخي، يعطيك العافية يا أخي، يستاهل كل خير. الله أنا أشكركم وإن شاء الله نلتقي يوم 15 و16 حيكون معكم.